صفوف انتظار طويلة وساعات ثقيلة على صدور العابرين من هنا، ولا سيما المرضى وذويهم. هذا حال المسافرين الليبيين إلى تونس من خلال معبر راس جدير الحدودي. وفي محاولة للتخفيف من هذه المعاناة، وقع الجانبان اتفاقية مشتركة للجمارك لتسهيل التنقل بين البلدين. وشهد الخميس الماضي تفعيل أول بنودها، حيث افتتحت بالمعبر 4 بوابات حدودية جديدة، 2 منها للمواطنين، وواحدة للإسعاف، وأخرى للجهات الرسمية. كما وعد الجانب التونسي بحل مشكلة تشابه الأسماء التي تواجه المواطنين الليبيين عند عبورهم إلى الجانب التونسي. تم افتتاح المنفذ الجمركي المشترك والمقر الإداري الجديد لمصلحة الجمارك الذي سيكون فيه الجانب التونسي الليبي أسوة جنب لجنب. أيضا تم بفضل الله حمده اليوم افتتاح عدد 4 بوابات رسمية داخل تدخل المعبر التونسي. دخلت البوابة الليبية الساعة 10:30 والآن تجاوزت الساعة 2، يعني احنا إن شاء الله على البوابة التونسية قريب ندخله. فالوقت كان من 4 ساعات تقريبا، 4 ساعات ونص، يعني في تحسن، ولكن ما زال الوقت طويل يعني لشخص مسافر ولا عنده حد مريض، يعني ما زال الوقت طويل. يعني اليوم الممرات الجديدة خاف الزحمة، فتح الممرات هذا بيخف اللعب على المواطن، معناها تنقص الزحمة، تنقص والمواطن ما يتعبش، ما عادش فيه تبدا بال 12 ساعة وبال 10 ساعات وبالاحد.